صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم سبحنا بالأنامل فإنهن مستنطقات، هل يؤخذ منه تحريم التسبيح بغير الأنامل؟ لا يؤخذ منه تحريم التسبيح بغير الأنامل. يجوز التسبيح بالحصى. كانت أم المؤمنين جويرية رضي الله عنها تسبح، تعود التسبيح بالحصى، ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. يجوز العد بالحصى أو بالأصابع، نعم، ولكن الأصابع أفضل. نعم.